يوم الاستقلال، العيد الوطني الأبرز في الكثير من بلاد العالم. أما في مصر فنحن بالكاد نعرف له تاريخ. قد يظن البعض أنه عيد الجلاء، يوم خرج آخر جندي بريطاني من مصر في 18 من يونيو عام 1954، اليوم الذي أبرزته كتب التاريخ المدونة في حقبة دولة ما بعد 1952. لكن سبقت هذا اليوم أيام صنعت تاريخ مصر الحديث. تحت ضغط كفاح المصريين المشتعل منذ ثورة 1919 والمفاوضات المتواصلة مع القوميين بقيادة سعد زغلول، ضغط المندوب السامي البريطاني اللورد ألينبي على حكومة بلاده وطالبها بالتعهد باستقلال مصر أملاً بكسب ولاء السياسيين المصريين. بالفعل اضطرت بريطانيا لإعلان إنهاء الحماية على مصر من طرف واحد، وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، ليأتي بعدها اليوم الذي اختارته مصر عيداً لاستقلالها، إنه 15 من مارس عام 1922. في هذا اليوم خاطب السلطان فؤاد الشعب ليهنئه بالاستقلال بموجب تصريح 18 من فبراير، وأعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة. كان الاستقلال منقوصاً بما يمنح الوجود البريطاني قدراً من المشروعية والامتياز، لكنه كان خطوة مصر الأولى لاكتساب الشرعية الدولية وصياغة دستور 1923 بطابعه الحداثي والليبرالي. احتاجت مصر لخطوات لاحقة لتأكيد استقلالها وسيادتها الكاملة. لكن هل ترى أن يوم استقلال الأمة المصرية يحظى بالاهتمام اللائق به؟